تستاهل على خاطر انت تستاهل. صح صح والله. وفيك هذه تستاهل. انا رايحه للفقره من البرنامج، انا خليت حمدي قدمت بيني وبينك يا حمدي باش تشوفوا معانا وتشوفوا معانا انتوما ثاني فقره في البرنامج يا سهوله ويا مريم يسموها تستاهل. نروح نشوفوها ونعاودوا نوليو. من بلدية شراقة بالجزائر العاصمة راح نتلاقاو مع السيد اسماعيل 36 سنة نجم فقرة تستاهل لهذا الأسبوع. السيد اسماعيل واحد من عمال النظافة اللي تحدوا المرض وتحدوا الوباء وخدموا طيلة الأيام اللي مضت. راح نتعرفوا عليه أكثر ونشوفوا على شي سهل اليوم في فقرة تستاهل. بيكون ما عندنا في الشارع في القرية لما حدا بال بالضرق بتاعنا إن شاء الله يطول عمرك. سيد اسماعيل في عمرك 36 سنة واحد من عمال النظافة هنا ببلدية شراقة. أنا واحد من عمال بسطاء في هذا المجال وإن شاء الله ربي يقدر الخدمة هذه والعمال النظافة. وكنتم أبطال تانيت في أيام الوباء اللي جاز على كل العالم. قولي انتم كنتم متطوعين تاني تديروا تعقيم ديروا؟ كنا نديروا تعقيم في كل حاجة اللي متطلبات هذا الوباء. احنا في فقرة تستاهل نحبوا نكرموا الأبطال اللي كيما انتم ونكرموا أصحاب المهن البسيطة من الناس اللي خدمت في وقت الحجر الصحي ووقت الوباء. برنامج ولاد الدار يتشرف انه استقبلك اليوم سيد اسماعيل ويتشرف وسي باش يقدم لك بعض الهدايا البسيطه اللي ما تمدلكش بالك حقك، ولكن كاين بعض المساهمين في البرنامج حبوا يقدموا لك هاد الهدايا. تفضل معي. وتستاهل سيد اسماعيل الكريم، هذا من عند الزميله مفيدة عداس. نحيوها ونحيو كاع الضيوف لها معها في البلاطو. شهادة تقدير من عند جمعية لمسة أمل لبلدية شراقة. محلة أريج بالجزائر العاصمة عطت لك هذه الهدايا، ومحلة إيمانويل جان للعطور الفاخرة قدمت لك هذه الهدايا. احنا نقول لك مبروك عليك الزواج ويعطيك الصحة ويكثر خير. الله يسلمك يا قبالي مازال إن شاء الله. ان شاء الله يقدر ام النظافة. شكرا. عاودوا فرحان. شتي فرحان فرحان بزاف وما كانش على بالو. ايه شتي من الصدمه جابوه قالوا له ربطناها هنا مع المركب هذا، قالوا له ارواح يحتاجك المدير حطوه في الصالون. قعد حتى كي جاء امين باش انا كنت في لي كوليز، كي جاء امين باش يدير ما حطوا راح يدير ما على جال النظافه حتى شاف التكريم تما اللي كرمناهم كل ما كانوش على بالهم. شوفي احنا اعتمدنا هاد الطريقه باش نعطيو كل واحد حقه، ماشي زعما بلي انا ولا انا. لا 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 عمال النظافه عندهم صح. والله انا نحب نفرح الناس، نحب نفرح الناس انا ثاني. وامنيه حياتي ولقيت هاد المجال ولقيت القناه حلت لي يديها. ونشكر ثاني جميع كل من ساهم، ممول ولا انسان ولا مد يده. وكاين حتى اللي يعاونوا في الخفاء وقال لك ما تذكروناش، سما هذا من حقه قال لك مول الخير عدوا ولا ردوا. نشكركم ونقول لكم ها واللي حب يبني يعني القبر ويدير واش قاعدين ديروا انتوما. نشكرهم هما ساهموا بزاف في هذا. ونوجهوا تحيه يعني تحيه كبيره لعمال النظافه. انا نسميهم مهندسين نظافه ما نسميهمش عمال النظافه للدور اللي يقوموا به يعني والعمل الشاق اللي راهم يقوموا به. من هذا المنبر انا نوجه لهم تحيه كبيره. يعيشك يعيشك مريم. والله غير بلا بهم ما كناش الصراحه. انا كي نشوفهم في الحاره تاعنا كي كنت صغيره عباك نفرح نفرح ونبقاو نطلوا ونجاوب. سلاخ ما تفرحي نسيت خلاص. شوف اكرم كملت. غادي نستنى في الضياف تاعي يجوا يدوقوا. انا نسيتش عليك على خاطر خليته هو حتى يكمل باش نقول لك بلي عندي فقره في البرنامج يا سويله اسمها انت الطيب وانا ندوق. وهذه اخر فقره في البرنامج، لكن هذه كامله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين بصح اليوم مانيش انا اللي راح ندوق على خاطر صراتك واحد لا ندوقوا في زوز ندوقوا في زوز. عندي هنا ناس راهم محبين الاكل من الصباح يقولوا لي يلا بنتعشاو يلا يشموا غسل. اليوم راح نبعث سهيله، مانيش انا راح ندوق سهيله. حاجه من الصباح تقولي نتحداه على خاطر على بالي بلي سهيله طيب خير منه. كاينه ولا لا؟
كاينه انا فيها تجي تدوق. انا جايه تفضلي سيده. كملوا كملوا قصرتكم انا خلوني ندوق في راحتي. روحي ترى شوف الريحه ما عنديش واش نهضر. هاك تشمي. حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام عبر قنوات الجزائريه وان. ايوا حبيت نقدم لكم الشيف تاعنا. الله يخليك. شوف المره اللي فاتت طيبت معليش وغاضني الحال كي ما عرفتنيش وما عيطتليش. اهلا وسهلا اخت سويلة. الله يسلمك. تفضلي. مي انا راني حابه ندوق لاصوص باسكو راني شوف يا ناس يا ناس يا غني لها هذه غني لها يا ناس يا عالم غني لها لا ولقيتي طبطبة ولو ما انتش ايوه بكل صراحة تست هذا تست نروح ولا نقعد؟ نتحدى انا سهيلة قالك حمدي نروح ولا نقعد؟ والله خلاص لافير شو حنقول لكم؟ عشاء هايل الله يخليك سهيلة يعطيك الصحة كيفاش درتها كيفاش؟ مرحبا بك كيف دوكا حد اللي قاع معايا انسى 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 هاي خلاص هادي لاصوص وجه هادي سي لاصوص بولونيز هذا سي هادو ما سي سباكيتي ما درتلكش برك الفرماج لازم تعاودي تدوقي بالفرماج جاي انا باش تحقرني ولا لا ما نحقركش ما نسيتكش اخت سهيلة هاي لك عاودي دوقي مليح معايا حاب نبروفوكي بصح مليح معايا ما قدرتش عاودي دوقي هكذا تفضلي انا نعاود ندوق ولا غلط نعاود هاي خلاص حمدي وقلبه ويوجع حمدي سهيلة دي الاخرى خليت لك خليت لك خبيت لك سويلة قلنا لك ذوقي باش تشبعي انت تعشى هاي تبقاو على خير ان شاء الله باي باي هاي بالسلامة والله معليش نزيد هذه هذه برك هذه برك هذه سهيلة راهي معنا ضيفة وش بيك؟ خلينا شوية ماما ناني ضيفة مريم واش شوفوا ما عندي ما نقول لكم انا والله غير محظوظه اليوم كي راني جيت الله يخليك شرف ليا كبير شرف ليا كبير وكليت مني يدك الله يخليك اخت سويلة والله ماني نزوخه راني انا في الماكله نتكسل سمحوا لي كون ما تكونش حاجه بنينه او سبايسي ياه الحار هذا وين وصل لك القرجومه هذا وين الثالثه لازم فهمتي لازم ناكل صحن الاول شغل ندوق قبل من بعد كي ندخل في الماكله ما صاي ما ندمت كي بعتها ندمت والله يعطيك الصحه واش راح نقول لك واش هي الحاجه اللي تقدر كيما نقولوا تعطيها السر من اسرار الطبخ اليوم نخليك انت تقولي السر للجمهور اوكي تعطينا تدبيره هي تعطيكم تدبيره انا اعطيك تدبيره هي تعطينا تدبيره هي تعطينا تدبيره الله يخليك شوفوا انا اللي نعرفها حاجه دائما توصلي عليها ماما كي كنت صغيره تاكد كي البصل قبل ما ترمي حاجه تاكد كي البصل ما تخليهاش تقزقز هكاك صح ولا لا ماما حاجه دوزيام ما تطيبش البطاطا في الطوماطيش تقصها تولي قاسيه من الفوق تقرزل تقرزل تقول حنا تقولي ماما ديما البطاطا ما تطيبيهاش مع الطوماطيش باسكو تقصها من الفوق تقرزل وتروح فيها كاع وتولي حجر فهذه هذو زوج حوايج اللي دائما ماما توصيني عليهم ف على باليش بالك تعرفهم بالك لا ان شاء الله نكون يعني عطيت لكم ان شاء الله حاجة. ان شاء الله انا نقول لكم شرف كبير اللي استضفنا الاخت سهيلة مرحبا بك في كل الله يسلمك نرجع ارواحي هيا هيا تحتاجوني هيا شافك واجد واجد على خاطر وصلنا الختام حمدي ما تقلقش راح تتعشى لا باسكو احنا ما فين في المسرح كلشي ايماجينير اليوم صح صح اليوم صح صح سوني مخلوع شويه كل صح ديجا ما شربت وما بيناتنا غرت نتعشاو شوفي تغسل سهيله نتعشاو ومن بعد نعاودوا نكملوا قصرتنا هنا هيا خلاص بصح قبل ما راح نروح ونقول للجمهور بقاو على خير ما نقدرش نودعكم بلا ما نكبر بكم ونجيب لكم حاجه هكا سوفينير تديوها من عندي من هنا قاعده معاك تسوى الدنيا وما فيها يعيشك يعيشك هذا اكرم الضيف ربي يخليك يعيشكم وين راح عبد الله عندي واحد عايش معايا في الدار هنا هو اللي كي السحار شوف اوجا اوجا فرحه فرحه عبد الله هيا نعاونك عبد الله سمعوا نجي كل يوم انا شوفي سهيلة كاين ايطاليا سكارب وكاين هادو حلويات لالا بايا ثانك يو وكاين هذا تاع ايمانويل جون هذاك راني جون ديما نغلط في اسمه الله يخليك كيف 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 هدايا ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش يعطيك الصحه كيف كيف حمدي كيف كيف مريم الله يخليك حمدي طوك بطه واحده حقروا لي ولدي
فيها بركه. رح ناكل زوج صحن. معليش المهم هما كرموكم، حبوا يكرموكم من خلال هذا البرنامج. شكرا. البرنامج تكريمي اكثر ما هو طولك شو، ولا على خاطر اي انسان بذل مجهود ولا دار حاجه في الدنيا هذه يليق له التكريم عليه باش يحفزه. مهما كان نوع التكريم ماشي من وردات فرحيني بها. صح. ما نحبش انا الكلمات الاخيره، نحب نقولها لكم ليكم انتوما، لان ضيافي اليوم شرفوني واستفدنا منهم بزاف. ختام الحلقه نقول لكم ما ترموش، لان هذه هي الوجهه تاعنا من بين الدول. تسمى شغل نقي وجهك واغسل وجهك ونقيه، ما تعرف شكون تلاقي بيه.